هذا الفيديو ناس كثير طلبوه، وانا من اول ما بلشت في يوتيوب ناوي اعمل هذا الفيديو واروح على هذا المكان. المكان الرائع عليه هو برلين، يعني ممنوع تدخل المانيا وما تروح على برلين. اليوم هو اليوم، في كثير شغلات مقرر اعملها ورايح على مكان كثير حلو حنام فيه، اشياء كثير حلوه ان شاء الله حتكون. خليكم معي وشوف كيف حتكون الامور. اخيرا بعد تاخير ساعه ونص، يعني رحله متعبه من 8 ل 2 ونص، هلا وصلت على برلين. هيني في برلين سنترال ستيشن، بقول انها كثير كبيره. هلا بنشوف وصلت هلا ورايح على الاوتيل اللي راح انام فيه. الاوتيل اللي رايح انام فيه مش كثير غريب، مش كثير جد في برلين، فتح هذا الشهر، فان شاء الله يكون زي التوقعات. بما اني اول مره في برلين قررت انه امشي للاوتيل، ما بدي اخذ اي مواصلات، بعيد الاوتيل نص ساعه، بس قلت مش مشكله، منها بنكتشف الطريق، بنشوف الاماكن حوالينا، طقس حلو كمان، فخلينا نشوف شو حنشوف على الطريق. اشياء سريعة عن برلين. برلين فيها اكثر من 180 متحف. غير المتاحف والمعارض، برلين معروفة ومشهورة كثير بالرسم على الجدران. احصائيات السنة الماضية فيها اكثر من 600 مليونير، وبرلين تعتبر الوجهة الاولى للسياحة في المانيا. خليني اورجيكم المكان اللي راح انام فيه هلا. المكان كثير غريب وفكرته كثير غريبة، بس ان شاء الله تحبوها لان انا كثير متحمس لها. هذا هو الريسبشن تبع الاوتيل ولا المكان. طلعوا لي انتم على الاجواء، انا هذا رجل فضاء، اجواء فضاء وهيك، يمكن ناس تتوقع شوي شو حيكون. شوفوا مبدا الغرف في هذا الاوتيل، عباره عن كبسولات زي ما انتو شايفين. تمشي دغري، عندك هون الحمام، الحمام مشترك، في عندك كذا حمام. عندك هون لوكرز تحط فيها اغراضك وكل اشي بدك اياه. وشوفولي الغرف اللي رح نقعد فيها، هدول زي كابسولز، كبسولات. هلا برجع بدو الضوء. انا هاي غرفتي رقم 3، دخلت على الغرفة. استنى اورجيكم من برا كيف. هي الغرفة رقم 3، بنطلع على الدرج هذا، وهاي هي الغرفة. لسه هلا بدي ادخل اشوف. وهيك بحكي لكم اهلا وسهلا فيكم في غرفتي الصغيره المتواضعه. خليني اورجيكم من هون كيف هيك الشعور. شفتوا كيف طول منيح؟ يعني انا طولي 1.80 متر، بس في شويه وسع زياده كمان. الباب بيفتح، بتكبس عليه ثانيتين من هون وبفتح بعدين. كل حدا شايفين كيف. خلينا نسكر الباب هلا. ما سكرته صح، بس مش مشكلة. ايش كمان اشياء اورجيكم فيها؟ اهم اشي عنا هاي المراية هون، عنا كذا فيتشر. اول اشي
هون بنحط الكرت من ايمو. عندنا هون USB-A عشان الشحن. عندنا هاي عشان نخفف الاير سيركيليشن اير اوتلت. هاي في عنا واحدة هون، واحدة كمان هون، هذا الضوء للقراءة. عندنا هون حاطين كمان علاقة صغيرة، حاطين عندنا كمان شغلة حلوة هون اللي هي زي ساعة بتحط عليها تايمر، هي بتضوي كمان، فيها كذا فيتشر. وحاطين عندنا خزنة صغيرة نحط فيها أغراضنا. طبعا زي ما ورجيتكم في كمان عندنا اللوكرات برا بنحط فيها الأغراض الكثيرة. وكمان شغلة حلوة حاطين هون زي طاولة عشان اللي بده ياكل بده يشتغل. هيها مع اجرين اتوقع، او هي تجربة جديدة. يعني هذا المحل بحكي لي الزلمة كان قبل شوي بانه فتحوه بالضبط قبل اسبوعين، جديد ما في زيه في المانيا. ممكن تشوفه على اليوتيوب في كذا محل في طوكيو، اتوقع شفت فيديو قبل السنة الماضية، بس بالمانيا وفي برلين هذا الحكي اول مرة بيصير. فالزلمة بحكي لي انه من اول ما فتحوا من اسبوعين بالضبط عليه كمية اقبال، يعني زي اليوم على الويك اند فولي بوكت. هو زي هوستل، الكابسول هوستل، ومبدأه هيك تجربة جديدة للناس تشبه تجربة الفضاء هيك بيحكوا. كنت بدي بدور على اماكن انام فيها، قلت لازم انام في هذا المكان، فحنضلني هون ليلتين. دفعت 55 يورو.